عادة نخاطب الأحياء، لكن في لحظات الحنين قد نخاطب من أرهقنا الشوق إليهم بعد رحيلهم عنا. لهؤلاء نقول: رحم الله أرواحا لا تعوض ولا تولد مرة أخرى، رحم الله ضحكات لا تنسى وملامح لا تغيب عن البال وأحاديث اشتقنا لسماعها، رحم الله من عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين، رحم الله كل روح غالية تحت الثرى، رحمكم الله يا من أحببنا ولا زلنا نحب.